السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية وهذه عناوينها. عطاف بالمنامة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية، والقضية الفلسطينية تتصدر الأشغال. تخصيص غلاف مالي معتبر لإعادة بعث النشاط بالمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية أونيان بتيزي وزو. مرافقة لوجستية لعملية الحصاد والدرس بالمنيعة وسط توقعات بمردود وافر في الجنوب. وفلاح واتلغمة يرفعون رهان تطوير شعبة الثوم. وتيرة متسارعة لاستكمال مشروع الخط المنجمي جرج بلاد تندوف بشار. وحركية دؤوب بمشروع الخط المكهرب وهران تلمسان. تشيع جثمين ضحايا فاجعة منتزهي الصبلات في أجواء مهيبة بالمدية. والتحقيق الابتدائي يسفر عن توقيف 7 أشخاص ووضعهم تحت النظر. والفسحة السياحية حاضرة في النشرة ضمن دورة الجزائر الدولية لسباق الدراجات. ومهرجان مدغاسن السينمائي بباتنا. بداية وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية 33 التي ستحتضنها مملكة البحرين الشقيقة يوم 16 مايو الجاري. ويتمحور الاجتماع الوزاري حول تحضير مشاريع القرارات المتعلقة بالمواضيع التي ستطرح على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية إلى جانب مواضيع ذات الصلة بالأمن القومي العربي وبالعمل العربي المشترك في مختلف أبعاده السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. وعلى هامش أشغال الاجتماع الوزاري يعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع العديد من وزرائه وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة. وتحضيرا للاجتماع ناقش اليوم المندوبون دايمون وكبار المسؤولين بالمنامة مشروع جدول أعمال القمة ومشاريع قرارات البنود المدرجة والتي تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في كل المجالات، إضافة إلى التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية. اجتماع المندوبين الدائمين ناقش أيضا بندا يتعلق بالقضية الفلسطينية والذي يشمل عدة مواضيع، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين ومتابعة تطورات سياسة الاستيطان والأسرى واللاجئين والأنروا. ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي ووسط توقعات بتسجيل مردود وافر من الحبوب بفضل توسيع واستغلال المساحات والمحيطات الفلاحية، سخر الديوان الوطني الجزائري المهني للحبوب مختلف الوسائل والإمكانات اللوجستية لإنجاح عملية الحصاد والدرس لهذا الموسم بالمنيعة. محمد أمين بوتومي في المتابعة. لتغطية طلبات المستثمرين الفلاحيين بولاية المنيعة فيما يتعلق بالعتاد الفلاحي، سخر الديوان الجزائري المهني للحبوب الآلات اللازمة للانطلاق في حملة الحصاد والدرس بالمحيطات الفلاحية المخصصة لإنتاج الحبوب. نحن اليوم في ولاية المنيعة للوقوف على حسن سير هذه العملية، حيث سخر الديوان الجزائري المهني للحبوب كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية، تمثلت في ما يفوق 160 شاحنة لنقل الحبوب بالإضافة إلى مختلف الأعداد للنقل وتجميع المحصول. توقعات بزيادة إنتاج الحبوب بالولاية دعمتها المجهودات المبذولة طوال الموسم الفلاحي الحالي
من مختلف المصالح. يعني هذه العمليات نتاع يعني باش نقصوا من فاتوره الاستيراد نتاع القمح، وهذا يعني هو الهدف نتاعنا خاصه في هذه الولايات الجنوبيه، وين عندنا كل العوامل يعني متوفره من ارض ومياه ومناخ. راح يكون عندنا 850 الف قنطار اللي كهدف لنا، وان شاء الله يعني في السنه القادمه راح نطمح الى يعني مليون قنطار. بعد وصول العتاد الفلاحي اللازم والكافي من وسط البلاد إلى ولاية المنيعة، تبدأ حملة الحصاد والدرس بحقول القمح التي زادت هذه السنة بفعل دخول عدد آخر من الفلاحين مسار الاستثمار في شعبة الحبوب، الشعبة التي يراهن عليها كثيراً لبلوغ درجة أعلى من الأمن الغذائي للجزائر. والنموذج الناجح هو هذا المستثمر الذي دخل مرحلة الاستغلال والإنتاج في أول سنة له بالمنيعة. الحمد لله استحصلنا على قطعة أرض تقدر ب 340 هكتار، استغلناها في بداية السنة اللي فاتت، تحصلنا على مردود فوق المتوسط الحمد لله. عاونتنا الدولة من ناحية النقل الحبوب من مكان الزرع إلى مكان التخزين. عدد كبير من المستثمرين الفلاحيين بالمنيعة حفزتهم التسهيلات المقدمة والمرافقة الموجودة لزيادة المساحات المستغلة والمساهمة في إنتاج أكثر الشعب الفلاحية استراتيجية. وبفضل توسيع المساحات المسخية وتوفير فضاءات التسويق، تمكن فلاحو بلدية تلاغمة بولاية ميلا من تطوير شعبة الثوم بعد خوض تجارب ناجحة حققت أرقاما مشجعة في الإنتاج، تقول سلمى خواني. مع انطلاق موسم جني الثوم بولاية ميلا، حركة دؤوبة تشهدها سفوح تلاغمة لليد العاملة بالحقول، وهم يسارعون لجني ما أغدق به هذا العام من إنتاج وفير. كنا نخدموا مساحة قليلة وكيعاد يمشي وطالب عليه نزيدو نزيدو نزيدو، اليوم رانا عندنا الفاير. احنا دوك عندنا سير بالك، رانا نخشوا السير بالك، دعمنا الدولة 500 فرنك في الكيلو في الشهر اللي يخرج السير بالك، واللي يروح للسوق هاو يروح للسوق. احنا جايين من غليزان نخدموا هنا في تلاغمة، هنا البلاصة هذه تاع ثوم بطاطا ربي يبارك. تشهد هذا السنة إنتاج جد وفير نظرا للمساحة الكبيرة، وهذا يرجع لشقين، الشق الخاص بالدولة هي تسهيل التدعيمات، وفرت لنا مساحة السقي، ونتمنى وإن شاء الله من الدولة إن شاء الله زيد توسعنا، لأنه تلاغمة بلد إنتاج الخضروات بكثرة. هذا الفائض في الإنتاج ساهم في استقرار أسعار هذه المادة، خاصة مع توفر فرص تسويق بسوق العثمانية للجملة. ونتوقع إن شاء الله، والإنتاج السنة راه إنتاج وفير، ونتوقع إنتاج إجمالي يقدر بمليون وستمائة ألف، وفيه جزء من الإنتاج هذا يوجه للبذور، وجزء منه يروح في إطار ضبط الأسعار. مادة الثوم التي أمست تغطي السوق الوطنية محققة اكتفاء الذاتي، هو ما يسمو بطموح المنتجين لهذه الشعبة إلى توجيه الفائض منه نحو التصدير. هذا وساهمت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتعويض الفلاحين جراء التغيرات المناخية، ساهمت في تنويع المحاصيل الزراعية. العينة في ثامنة اليوم من ولاية المدية في هذا الروبورتاج لمنال عبديش. بسبب التغيرات المناخية، فلاحون كثر تضرروا جراء الجفاف والحرائق في الموسم السابق، لكن الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها السلطات لتدارك الوضع على غرار تعويضهم ومنحهم الحبوب والأسمدة أسهمت في إنجاح موسمهم الفلاحي لهذه السنة. مكننا العام هذا بزراعة باستغلال كل المساحة بفضل مساهمة الدولة اللي دخلت باش تنقذ الموسم الفلاحي بتعويض الفلاحين بليزانترون اغريكول، بالمدخلات الفلاحيه من اسمده وحبوب الزراعه لا سومونس. بالنسبه للموسم الفلاحي الحالي 2023-2024، سجلت ولايه مديه قفزه نوعيه في المساحه المزروعه، خاصه بعد تعليمات السيد رئيس الجمهوريه المتعلقه بتعويض الفلاحين المتضررين من شح الامطار. دعم ومرافقه السلطات للمستثمرين الفلاحيين مهما كانت الظروف جعلتهم يحرصون على جوده محاصيلهم.
الهدف من تطبيق المسار التقني المعمول به هو الحصول على منتوج عالي ذو جودة عالية. نثمن القرارات الأخيرة اللي جبتها الدولة في تكثيف زراعة الباقوليات اللي لها دور هام في الإنتاج تاعنا، كتحسين التربة فيزيائيا وتخلي الزراعة ما بعدها تكون لها دور هام في الإنتاج. تكفل السلطات بمختلف انشغالات المستثمرين الفلاحيين استراتيجية أبانت عن فاعليتها من خلال ارتفاع المساحات المزروعة وتحقيق وثبة في إنتاج عديد المحاصيل في مختلف الشعب الفلاحية. في الحركية الصناعية وبغية إرساء منظومة إنتاجية متكاملة، تأكيد على مواصلة دعم الدولة للمؤسسات الوطنية المنتجة إسهاما في تنويع الاقتصاد الوطني، وهو ما تطلع به المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية يونيام بتيزي وزو التي استفادت من دعم مالي من أجل إعادة بعث نشاطها. تفاصيل مع محمد عياشي. مختلف المنتوجات الكهرومنزلية تصنع بهذه المؤسسة الوطنية. بعد استلام المواد الأولية يتم تصميم الهياكل الخارجية للمبردات بهذه الورشة لترسل مباشرة إلى غرفة تركيب الأجزاء الميكانيكية وصولا إلى المنتوج النهائي. الحمد لله بفضل مجهودات الدولة اللي وفرت الأموال اللي سمحت لهذا المركب باش ينهض، اليوم رانا نشوفه في الثمرات الأولية. مازال فيه يعني، والتوجيهات اللي يعطيناهم المسؤولين حاليين لازم يدخلوا في السوق. حرص الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار بتحفيز القطاع الخاص أيضا، فهذا المصنع المختص في إنتاج الأدوية ومختلف المنتوجات الصيدلانية هو ثمرة هذه الجهود. هنا راكم في المجمع سيتولاب فارما، عنده ان كاباسيتي دو برودكسيون ديجا سبيسياليزي في لي فورم ساش، يعني في الاقراص واللي لي فورم سيمي سوليد، يعني نصف شبه جافه، كاباسيتي دو برودكسيون دو 25 مليون علبه سنويا. استبدال المنتوجات المستورده بالمحليه خطوة تندرج ضمن استراتيجية تهدف للانتقال إلى اقتصاد متنوع متحرر من عائدات المحروقات. كما ساهمت التسهيلات الجمركية التي وفرتها الدولة للمتعاملين الاقتصاديين في الرفع من معدلات التصدير خارج قطاع المحروقات خلال السنوات الأخيرة. العينة من المعبر الحدودي بوشبكة بولاية تبسة في هذا الروبورتاج مع وهيبة مزوج. عمليات تصدير هامة لمنتوجات محلية الصنعة تعبر معبر بوشبكة الحدودي نحو الجارتين الشقيقتين تونس وليبيا ودول إفريقية مجاورة. نجيو للجزائر البلد الشقيقة لنا، نشريو بضائع كالخضار كالمواد الأساسية، ونلاقين تسهيلات من إخواننا الجمارك الجزائرية. نهزوا في الشوكولات والزبدة سلعة زيرية، ونشكر حسن المعاملة لإخوتنا الجزائر. تصدير مادة الكلينكار إلى شقيقة تونس حاليا، وعندنا إن شاء الله فاق أن نصدره إن شاء الله إلى البلدان المجاورة. تسهيلات جمركية كبيرة منحت لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير. الحمد لله درك داروا لنا بيرو هنا، كنا لهيه مع السواح صافي كومبرومو، ساعات نجوم الصباح نقعدوا حتى لليل. درك التسهيلات الحمد لله، اي شوفير يجي من با 10 دقائق يكمل الباسبور تاعه ويخرج. كما ان دخول حيز تنفيذ النظام الجديد الالسيس سهل وشجع كثير في 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 تسجيل التصاريح. والهدف الاساسي من هذه التسهيلات الجمركيه دفع ورفع الصادرات خارج المحروقات.
اما نهايه سنه 2023 بمجموع اكثر من 1100 تصريح جمركي موجه للتصدير، لتسجل ارتفاع اخر خلال الثلث الاول من سنه 2024 بمجموع 450 تصريح فقط خلال ذات الثلاثي، وبنسبه اكثر من 60% من مجموع عمليه التجاره التصريحات المسجله في اطار التجاره الخارجيه. التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة تتضمن العديد من التدابير الرامية للتكفل الأمثل بالمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني. وبأبعاده الاقتصادية والاجتماعية تسير أشغال الخط المنجمي الاستراتيجي للسكة الحديدية جرج بلاد تندوف بشار تسير بوتيرة متسارعة من أجل تسليمه في الأجل المحددة. فاطمة زهرة بن فرج الله. تقدم ملحوظ يعرفه مشروع الخط المنجمي للسكة الحديدية جارج بلاد تندوف بشار، لا سيما على مستوى الوعاء العقاري المخصص لمحطة نقل المسافرين بالسكة الحديدية. الأشغال في تقدم ملحوظ، رانا نعمل على وتيرة إنجاز 8 في 3. من بالأمور حقيقة اللي استحسنناها بزاف هو أنه هذه المؤسسات راهي تشغل يد العامل المحلية وابناء المنطقة من أجل أنه هذا المشروع إن شاء الله يكون منجز في الأجل المحددة إن شاء الله. رغم ارتفاع درجة الحرارة تتواصل الأشغال بالورشات المفتوحة ضمن مشروع إنجاز خط السكة الحديدية المنجمي، وبالموازاة مع ذلك تعرف المنشآت القاعدية وتيرة متسارعة في الإنجاز. الشركات راهي حاطه كل العتاد اللازم والتموين تاع كل المشروع، مما حتى الصفقات لاستوراد السكه الحديديه وكل ما يدخل في المشروع هذايا. العتاد كما قلت راه في المشروع، والمردود هو حسب ما هو مخطط اصليا في الصفقه، ولهذا احنا يخلينا نتفائل وباش هذا المشروع سيسلم، لما قلش قبل الأوان، نقول في الأجال المحددة أصليا. التحديات المرفوعة في هذا المشروع الهام هي احترام أجل تسليم المشروع ومراعاة الدقة واعتماد المعايير التقنية المدروسة بكل المقاطع، مع إعطاء الأولوية للمورد البشري الجزائري إلى جانب الشركات الوطنية الفاعلة في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. وتجسيدا للاستراتيجية الوطنية لإعادة الاعتبار للسكة الحديدية، يسهم الخط الجديد سمسيلة برج بوعريش في تسهيل التنقل وفك العزلة عن المناطق التي يمر بها بولاية المسيلة، فيما ينتظر أن تزيد أهمية هذا الخط بعد الانتهاء من توسعته ليصل إلى ولاية وهران. المتابعة لوليد قدري. خط السكة الحديدية الجديد وهو يربط جزءا من الغرب بالشرق من تسمسيلت إلى برج بوعريريج شق كذلك ولاية المسيلة على مدى 151 كيلومتر، فتعدى وظيفته في نقل البضائع والأشخاص ليساهم في فك العزلة عن منطقة مثل بوطي سايح. فرحنا لما تفتحت هذا المحطة نتاع القطار، وفرحة كبيرة. كنا نعانوا، كانت عزلة كبيرة هنايا باش نتنقلوا للولاية، كنا نروحوا لسيد عيسى ما كانش نقل، ونلحقوا متأخرين. الآن الحمد لله عليك يا ربي. كنا نديروا الروطار، أنا واحد من جامعي كنت ندير الروطار، كانوا يقولوا لنا نديروا حتى إكسكري كنا نروحوا هكذا، ودوكا الحمد لله قلت لك أنا نروحوا من المسيلة الحمد لله نديروا ساعة. صورة جميلة تجسدت للتنمية في دائرة عين الحجل وبلدية بوطي سايح، بعد أن أصبحت تحمل هذين المحطتين الجديدتين المبنيتين بمقاييس معاصرة تجمع بين الجمال وأمن وراحة المسافر، مؤشر عن أن مشروع السكة الحديدية يراد منه الكثير في التنمية. الخط هو خط مختلط لنقل السلع والبضائع، تصل سرعة القطار إلى 160 كيلومتر في الساعة، وهو عامل مهم في ربح الوقت والجهد. الدور المحوري الذي يلعبه هذا الخط هو ربط ولايات الوسط بولايات الغرب الجزائري نزولا إلى الولايات الجنوبية. استغلال هذا الخط بداية من منتصف 2023 استحدث كذلك وجهة تنقل غير اعتيادية للسلع والأشخاص، مختصرا الوقت والمسافة والجهد. هو إنجاز خاصة بالنسبة للولاية التي أقطن بها اللي هي ولاية سمسيلت. يعني في فترات سابقة كان نجد صعوبة في التنقل، والحمد لله أصبحت رحلة يعني اللي كانت تقطع فيه ساعات أصبحت فيه ساعة أو ساعة ونصف. الوقت محدد وملتزم ومليح يساعد المواطن،
فيه 40 دقيقة ماكسيموم 45 دقيقة ماكسيموم من المسيرة البرج ساعد. في الجهة الغربية لهذا الخط توسعة قيد الإنجاز ستربطه بين تسمسيلت ووهران مرورا بتيارت وغليزان، ما يجعله خطا استراتيجيا بكل المقاييس. وخط السكة الحديدية المزدوجة المكهرب عالي السرعة رابط بين وهران وتلمسان مرورا بولايتي معسكر وسيدي بلعباس مشروع قاعدي على مسافة 132 كيلومترا، تجري أشغال إنجازه بتقنيات حديثة ومقاييس عالمية ضمن استراتيجية تحديث وعصرنة شبكة النقل ببلادنا. تقول نوال اسماعيل فراجي. على مسافة 132 كيلومتر وبسرعة 220 كيلومتر في الساعة يجري العمل على إنجاز خط السكة الحديدية الجديد المزدوج والمكهرب فائق السرعة بشمال غرب البلاد، والذي يربط بين أربع ولايات انطلاقاً من ولاية وهران مروراً بولايتي معسكر وسيدي بلعباس وصولاً إلى ولاية تلمسان. مشروع يعتبر من أولى تجارب النقل السريع عبر القطارات في الجزائر، والذي يصنف في مصاف مشاريع المنشآت القاعدية محكمة التشييد، الهدف منها تحسين نوعية خدمات النقل للمسافرين والبضائع. هذا الخط يدخل في إطار التحديث وتثنية الخط الشمالي الممتد من الغرب الجزائري إلى الشرق حتى العنابة وصولا إلى عنابة، يدخل في إطار سياسة الدولة لتثنية وتحديث الخط الشمالي. مهمتنا تتمثل في إنجاز مشروع الخط المزدوج المكهرب، تركيب وتصحيح أجهزة الإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية. المشروع وفرت له جميع الشروط لإنجازه. منشآت فنية ضخمة يتقدمها الجسران العملاقان اللذان صمما رغم التضاريس الوعرة، منها جسر وادي السر الذي يعلو سطح الأرض ب 130 مترا على مسافة 2 كيلومتر بدعائم ارتكاز مصنوعة من الخرسانة المسلحة، تمتد أعمدة تثبيتها إلى عمق 26 مترا. الجسر العملاق كلف حوالي 125 ألف طن من الخرسانة المسلحة وحوالي 22600 طن من الحديد، والجسر الثاني الموجود على مدخل ولاية تلمسان وطوله حوالي 700 متر. بتقنيات عصرية يتم تجهيز خط السكة الجديد بنظام خاص بالصيانة الأوتوماتيكية. نحن فرقة مكلفة بإنهاء محاقات جسر العملاق، منها استكمال الأرصفة وتوصيل الممرات الخاصة بالألياف البصرية. مجهز بأنظمة مضادة للزلازل وللرياح، ويحتوي على محطة جوية. وبمقاييس عالية الدقة يتم أيضا وضع المنصة الخرسانية والمعدنية على طول مسار السكة. نحن متواجدون في النقطة الكيلومترية 93 من المشروع، حيث تتواصل أشغال وضع السكة بحوالي 500 متر يوميا. للذكر المسافة المنجزة حوالي 93 كيلومتر. مهمتنا هي المراقبة والمتابعة على أعلى نوعية ودعم المكلف بالمشروع تقنيا لإنجازه من أجل تجسيد الأشغال في آجالها المحددة. وبالموازاة مع أشغال إنجاز هذا الخط ورشات تسهر على تهيئة محطة وادي تليلات. كل أشغال حفر الردم وضع السكة نزع السكة، أشغال أساس صرف المياه وكذا وضع الأرصفة. الأشغال الآن قائمة بنظام دوامين، دوام صباحي والدوام الليلي. عقول وعدت وخططت بسواعد شيدت أضخم مشروع يتعزز به النقل عبر شبكة السكك الحديدية، تبرز من خلاله تطلعات السلطات العليا للمضي قدما في تجسيد الجزائر الجديدة. في جو جنائزي مهيب خيم عليه الحزن والأسى، شيعت مساء أمس جثامين ضحايا فاجعة الصابلات بمقبرة عين بوسيف بولاية المدية بحضور جمع غفير من المواطنين الذين جاءوا من مختلف مناطق الولاية والمدن المجاورة
لحضور الجنازة وتقديم واجب العزاء لأهالي الضحايا، متضرعين إلى الله أن ينزل في قلوب ذويهم السكينة ويلهمهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تنهي نيابة العمل لدى مجلس قضاء الجزائر إلى علم الرأي العام أنه إثر وفاة 5 أطفال غرقا على مستوى بحر منتزه الصابلات أول أمس بمناسبة رحلتين للنزهة خاصة بالأطفال الأولى نظمت من قبل دار الشباب الشهيد مزار الحسن لبلدية عين بوسيف، والثانية من قبل جمعية المرجان الكائنة بالمدية لفائدة أطفال متمدرسين. أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي بفتح تحقيق ابتدائي معمق ودقيق حول هذه الواقعة والظروف والملابسات التي صاحبتها، وبالأخص مدى توافر الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأطفال المعنيين بمثل هذه النشاطات والمحافظة على سلامتهم الجسدية، مع تحديد المسؤوليات ضد كل من يثبت ضلوعه في واقعة الحال. وقد أسفرت النتائج الأولية للتحقيق الابتدائي عن توقيف 7 أشخاص تم وضعهم تحت النظر في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، والتي سيتم الإطلاع أو إطلاع الرأي العام بنتائجها في حينها. في مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة، يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة لليوم 20 بعد 200 بمزيد من القصف الهمجي، حيث استشهد 63 فلسطينيا في 8 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى أزيد من 35 ألف شهيد وما يقارب 79 ألف جريح. عدوان استهدف حق الإنسان الفلسطيني في الحياة ضاربا كل المواثيق والأعراف الدولية، عرض الحائط مستهزئا بمعاناة أهل غزة. تكتب غزة تعيش الحزن والغضب والتحدي وتغرق في الدم والجنائز، مشاهد الموت في كل مكان وصيحات الثكالى تملأ ساعات الليل والنهار. هو المسلسل الإجرامي الصهيوني الموشح بمزيد من المذابح والجرائم التي تقابلها نسب وإحصاءات مروعة ممن ارتقوا وجرحوا ونزحوا. الكيان المجرم وهو يستهدف ثرى غزة وسكانها العزل يهدر أبسط حقوق الإنسان، الحق في الحياة. فوسط الخراب وحرب الإبادة يقف الجميع أمام مصير الموت. واقع خارج العقل، يعد امتدادا للنكبة التي حلت بأبناء الشعب الفلسطيني عام 48، وللعدوان الذي لم يهدأ يوما على المدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة والقدس. يقتل الفلسطينيون وتكبر معاناتهم بفعل الإجرام الصهيوني وسكوت صناع القرار الدوليين وتواطؤ عواصم لطالما نصبت نفسها المدافع الأول عن حقوق الإنسان. لكن غزة وكل فلسطين لن تنكسر ولن تستسلم لقاتلها ومغتصبها. بالمغرب تتواصل انتهاكات نظام المخزن لحقوق الإنسان، ويد القمع المخزنية تطال هذه المرة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين خرجوا في احتجاجات سلمية بالعاصمة الرباط للمطالبة بحقوقهم في التغطية الصحية والدعم الاجتماعي. باريزة جلمدة. احتجاجات سلمية لذوي الاحتياجات الخاصة للمطالبة بحقوقهم المشروعة في ظل التمييز الممارس ضدهم، احتجاجات جوبهت بالقمع الوحشي والهمجي واعتداءات أقدمت عليها القوات المخزنية في حق المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف مواطنين عزل لا ذنب لهم سوى أنهم خرجوا للمطالبة بأبسط شروط العيش الكريم. هذا الفعل الإجرامي الذي أدانته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. هذا المشروع الإطار القانوني ما كيستجبش الاحتياجات ديالهم، واللي كيجعل خصوصا من الأشخاص المعاقين على أنهم مستقبلين ومستعملين الخدمات بدل
بدل ما يجعل منهم مواطنين كاملي الحقوق، وكيكرس واحد المبدأ أساسي هو التمييز. نحن نعتبر هذا القانون لا يلبي أبدا للحاجيات ديال الأشخاص المعاقين ولا يلبي حقوقهم. ومن أمام ساحة البرلمان بالرباط الذي يشرع قوانين لحماية حقوق المواطنين، كان الرفس والركل في حق ذوي الاحتياجات الخاصة مصير كل من خولت له النفس والخروج في الاحتجاجات السلمية التي هدفها الحصول على مطالب مشروعة تخص حقوقهم الفئوية، من ضمنها بطاقة الإعاقة ومجانية التطبيب والنقل والدعم المالي. كيقول لك راه الكرسي ما كيدخلش ليا الكوفر، يعني شكون اللي يهز الطوبيسات حافله النقل للحضاري اللي هي اللي سهله لينا. هذه الفئه راه محرومه من كل الامتيازات اللي كيخول لها القانون والدستور. يعني الاعاقه او شهاده الاعاقه كما كيسميوها لا تغني ولا تسمن من جوع. كفى من هذا الاقصاء وكفى من التهميش واللامبالاة اللي كتعاملوا مع هذه الفئه الضعيفه من المجتمع. الضرب وما زال المخزن يقلعونها ويشتمونها ويضربونها، حسبي الله ونعم الوكيل. غير ان قوه المخزن لم تكتفي بقمعهم بل اقدمت على اعتقال 4 منهم وتعريضهم للضرب والعنف، منتهكه بذلك كل القوانين والاعراف. إلى أخبار الرياضة الآن، حيث اختتمت اليوم المرحلة الثانية من دورة الجزائر الدولية لسباق الدرجات والتي جرت بين ولايتي سيدي بلعباس ومستغانم، اختتمت بتتويج جزائري. التظاهرة المتواصلة على مراحل أخرى تضمن فسحة سياحية بامتياز. بلال بوزيدي. وإن تغير الاسم إلا أن الفائز يبقى دائما جزائري. حدث هذا خلال المرحلة الثانية من دورة الدراجات الدولية والتي توج بها الدراج المنتخب الوطني يوسف ركيكي المحترف في نادي تيرينغانو الماليزي. الأوبجيكتيف كما قال لي زيكيب، إلا قدرنا نربحو مايو جون نربحوه، سينو بعدها التنافس بشدة لغاية الأمطار الأخيرة، أين كانت الغلبة للدراج يوسف ركيكي أولا متبوعا بالإريتري ميكياس الذين لا أفضل دراج شاب، يليه حمزة ياسين الذي حافظ على القميص الأصفر والأخضر، فيما عاد القميص المنقط للدراج كريستوفر من جزر الموريس، ويرتدي يوسف ركيكي أيضا القميص الأحمر. أما قميص أحسن مقاوم فناله دراج إريتريا يافيات. وهذه التظاهرة الرياضية الدولية بالجزائر مرآة عاكسة للمقومات السياحية والطبيعية التي تسخر بها الجزائر. البهية وهران التي شهدت المرحلة الأولى تروي تاريخا عريقا وزخما ثقافيا وفنيا على ركح مسرح عبد القادر علولة، يرويها بلال بوزيدي في هذا الروبورتاج. رغم العقود الطويلة التي عاصرتها مدينة وهران وكذا كل أشكال التنمية ومخططات العمران التي رسمتها السلطات الجزائرية المتعاقبة عليها منذ الاستقلال، إلا أن روح الباهية لا يزال يسكنها محافظا على جمالية عمرانها الأصيل والممتد في عمق التاريخ، كما لا يزال الأسدان يحرسان دار الكاميرا قديما المسرح الجهوي
المرحوم عبد القادر علولة حاليا. مسرح الجهاوي لوهران عبد القادر علولة هي تبنات كدار أوبرا وهران في الحقبة الاستعمارية تقريبا في بالضبط في 1907 تم تدشينها كدار أوبرا. ومن بعد كي استقلت بلادنا يعني استقلت الجزائر تم استرجاع البناية وكانت تابعة كانت ملحق للمسرح الوطني. وفي 94-95 حملت يعني بعد اغتيال المرحوم عبد القادر علولة حملت اسمه. التصميم ذو القالب الأوبرالي يحتوي على قاعة عروض ضخمة يبلغ علوه 22 مترا مع انحراف على شكل منارة عند كل طرف، فيما تم تشييد المسرح بأسلوب من طراز الباروك. أما تصميم الخشبة فجاء مستوحى من النمط الإيطالي. منذ يومين درنا 100 زائر أمريكي هنا في وهادو يتكلموا علينا لأن الجزائر مطابة بالجمال، الجزائر مطابة بالمسرح. طواف الجزائر الدولي كغيره من المناسبات والتظاهرات فرصة للترويج للموروث الثقافي وتمكين الجمهور المتعطش دائما للإبداع الفني والثقافي من مختلف الفئات العمرية. لطالما كانت المنافسات الرياضية فرصة للترويج الفني والثقافي للجزائر، وها هي مدينة وهران اليوم تقص شريط طواف الجزائر الدولي في طبعته 24. بلال بوزيدي للتلفزيون الجزائري. والسياحة ببلادنا مضمونة أينما وليت وجهك، فمن عاصمة الأورس باتنا تاح مهرجان مدغاسن السينمائي الدولي لضيوف الجزائر فرصة التعرف على سحر الجزائر وجمالها الباهر من خلال خرجات سياحية إلى أبرز المعالم التاريخية. يقول يونس الكحلديب: بعدما فرش السجاد الأحمر فتح المجال للسياحة واستكشاف المناطق الأثرية بباتنا، وضريح إمدغاسن وجهة مفضلة للفنانين. أعتقد أن كل احتفالية كهذه تستضيف زوارا، مما يتسنى لهم اكتشاف ثقافة بلدكم وبإمكانهم أيضا الترويج لها. الحاجة الإيجابية في هذا الدورة تاع إمدغاسن أنها روجت للمناطق الأثرية اللي راهي كاينة في الجزائر. منطقة كما هذه أنا منظن باللي منبع اقتصادي كبير. مهرجان إمدغاسن في طبعته الرابعة جاء بصبغة سياحية لما تكتنزه باتنا من مناطق أثرية وتاريخية. عندي كوفريت باللي سياحة وكاين سياحة في بيتنا في إمدغاسن في تيمغاد، وعجبتني الحالة وهنا تأنسبيري بزاف صوالح. وجابونا شفنا هذه بسك عمري ما جيت لهنا، هذه أول مرة، هي تيمغاد ما نفرح لها بصح هذه أول مرة، ويعني صافي بليزير. هي لحظات للفرجة والمتعة وتوثيق صور للفنانين الأجانب لتكون بصمة تعريفية في الخارج. وصلنا للختام، إلى التذكير بعناوين نشرتنا: عطاف بالمنامة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية، والقضية الفلسطينية تتصدر الأشغال. تخصيص غلاف مالي معتبر لإعادة بعث النشاط بالمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية إنيام بتيزي وفي. مرافقة لوجستية لعملية الحصاد والدرس بالمنيعة وسط توقعات بمردود وافر في الحبوب. وفلاحو تلاغمة يرفعون رهان تطوير شعبة الثوم. تابعنا أيضا وتيرة متسارعة لاستكمال مشروع الخط المنجمي جراج بلاد تندوف بشار، وحركية دؤوب بمشروع الخط المكهرب وهران تلمسان.
تشيع جثامين ضحايا فاجعة منتزه الصبلات في أجواء مهيبة بالمدية. التحقيق الابتدائي يسفر عن توقيف 7 أشخاص ووضعهم تحت النظر. وكانت لنا فسحة سياحية ضمن دورة الجزائر الدولية لسباق الدراجات. ومهرجان إمدغاس السينمائي ببتة. نشرتنا تمت مشاهدينا، أشكركم على طيب المتابعة، تحياتي وتحيات كل الفريق الذي كان في خدمتكم، سلام الله عليكم.